عمق هذه مشان ما ادخل معاك في النهايه فاستخرج من ذي المجموعه الاقتصاديه منذ اللقاء الاول، منذ اول لقاء مع المديريه الاقليميه بدينا في الاشتغال والخيارات بشكل ايجابي بشكل عملي. بدينا اطار اننا في فهمنا كيف كيفاش دايره، حاولنا اننا نجيب المنطقه وتواصلوا مع الاخوان كلهم على اساس انهم يديروا تعاونيا ونحاولوا على قدر المستطاع وقدر الامكانيات ديال الاخوان. لاننا حنا بدينا في هذه العمليه تلاقينا مع واقع مزري، واقع ديال المنطقه واقع مزري. كنتذكر مزيان مع الاخوان اللي كنا كنتواصل مع الناس، واحد الاخ قال لك انا ما عنديش دخلت ما عندي باش نقدر نسكت تعاوني. فكرنا تواصلنا مع واحد الاخ اللي هو محاسب جاب على واحد الثمن رمزي ديال 500 درهم وهو يتكلف ويجيب التسميه من 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 اكادير وهو يتكلف كل شيء في هذا المجال. خاطرنا في هذه العمليه عبء ان الناس بدا تاسيس تعاوني، وخير دليل على ذلك هو هذه التعاونيه اللي تاسست خلال هذه الفتره هذه. الان يمكن خلال اليوم تقريبا غادي نلامسوا 50 تعاونيه، وبالتالي هذا الشيء راه ماشي سهل. ماشي سهل، تلاقينا مع مجموعة من الإكراهات ومجموعة من الأمور، تلاقينا مع العطلة الصيفية ومع الانتخابات ومع مجموعة من الأمور، ولكن ملي كتكون عندك ملي تكون عندك الرغبة على أنك تحقق شي حاجة، والتاريخ التاريخ ديال المنطقة ديالنا راه مخلي لنا هذه اللمسة، والآباء ديالنا والأجداد ديالنا مخلي لنا هذه اللمسة ديال الكفاح وديال على أنه بنادم ملي كيدير واحد الهدف قدام عينيه غادي يوصل ليه غادي يوصل ليه، مع أنه ما يمكنش نقولوا أننا كنفشلوا. ولكن يمكن اننا ما كننجحوش في شي خطوات، ولكن هذا لا يعني على اننا فشلنا، بالعكس كيعني على اننا خاصنا نبادر وخاصنا نزيدوا على اننا نخدموا اكثر ونساعدوا. اليوم الحاله الخاصه شنو هي؟ الحاله الخاصه هي ان هذه البروجيات هذه ديال بخصوص هذه المرحله ليس كباقي المرات. علاش؟ لان اليوم اختصاص ديال جماعه سوي، وجماعه سوي هي اللي خاصها اليوم انها تنظم تنظيماتها المهنيه اللي عنده رغبه. طبعا الحال اللي عنده رغبه على انه يتنظم غادي يتنظم وغادي ينخرط في العمليه. عيب لو كان هذه المجموعه دارت وسدت البيبان، سدت البيبان على الاخوان على انه اولا المجموعه دارت مجهود كبير جدا منذ اللقاء الاول في اللجنه اللي دارت اللجنه التحضيريه ديال على اساس انها تغطيه كل سوايا كامله. يعني كتدي السرعه اسسنا الجيوب التعاونيه اللي كاينه 22 تعاونيه اسسنا الجيوب حطيناه ميدانيا امام امر واقع. بدينا على اساس ما نسيناش الاخوان الاخرين، بدينا شفنا هذا الاخ بثمن رمزي 500 درهم راه كيجيب 900 من اكادير هذا ثمن رمزي هذا وكيشرف على العمليه كلها. دار مجهود، كان عندنا مشكل ان كانت تحولات وكانت مجموعه من المشاكل، ولكن الحمد لله اليوم حنا في مرحله تقريبا ديال اكثر من 90 تنظيم مهني، 90 تنظيم مهني راه واحد عدد كبير وكبير جدا، وحنا منفتحين على الجميع، منفتحين على الجميع في هذا المجال. الفلاح يتنظم ويوقف على الاداره، راه ملي نكونوا حنا منظمين متضامنين الاداره ساهله قدامنا، ولكن اذا كان حنا ما منظمينش ما متضامنينش بالفعل راه غادي نشدوا. اليوم عندنا حنا اليوم كسبويا كجماعه امامنا تحدي كبير هو حنا خاصنا نتنظموا كساكنه، نتنظموا في تنظيمات مهنيه، تا بغينا تنظيمات مهنيه تنظيمات مهنيه تنظموا كامل. التعاونيه راه من خمسه الناس كتاسس تعاونيه وتوفرت لك كل شيء الظروف، توفرت هذا الشيء ما كانش قبل، ما كانش قبل هذا الشيء. هادشي راه ما كانش غير هاد البلاصه، تمشي لاكادير خاصك يومين 48 ساعة، تسنى تسمية باش تخرج، خاصك بزاف ديال الأمور، خاصك معتاد، مجهود، خاصك واحد الفترة. اليوم وفرنا لهم هاد الفترة، تنسيق مع داك المحاسب، كان مجموعة وفرنا، الآن كاين تأسيس، الناس اللي بغات تخرج وعندها رغبة راه بدات كتخرج، وهذا كتوضيح للإخوان والأخوان ومخطط التقديم ديالو مخطط المغرب الاخضر اللي هو اليوم في الاشهر الاخيره ديالو في 2020. بغينا نخدموا واحد التقييم بغينا نزيدكم فيه التقييم ديال هذه المسائل اللي جات في جامعه الصويا مخطط المغرب الاخضر. عرفوا بان مخطط المغرب الاخضر بدا فيه المسائل الافتراقيه، بدا فيه مركز التشجيع هو كاين جامعه الصويا. التقييم اللي عرفوا شنو بدا اليوم كنديروا هذا اللقاء هذا المكان هذا للاسف هو مكان ديال طلبه حفظات القران الكريم ودار بسم حسين.
المراكز اللي درتو المراكز تجميع كاين مراكز جماعه صبويه دار 500 مليون مسدود ما كدير فيه حتى شي حاجه. كان دار فيه انتخابات غرفه فلاحيه مره في السنين وللاسف كنفتقدوا الممثل ديال الغرفه الفلاحيه اللي ما حضرش معنا كممثل يدافع عن الفلاحين في هذه الورشه اللي كتهم الفلاحه اللي بديتو بها جماعه صبويه. انا عندي هذه النقطه اللي تقريبا بعدا خصها تكون عندي ايضا انعدام في تدخل القطاع الفلاحه والمنطقه اللي خصها مشاكل التي عانتها من الراعي الجائر، راه ولا عندنا مشكل ديال الراعي الجائر، ما كناش كنعانوا صبويه ولكن ملي كنعانوا مشكل ديال الراعي الجائر، عندنا الصيد غير قانوني، المشكله ان الناس اللي كيتفقوا الخاص ديال الصيد كيتحركوا واحد الاماكن، كنعرفوا بان الغابه ديال المياه والغابات على حدها من التملات اتجاه مسكي، ما كايناش الغابه ديال المياه والغابات اتجاه البحر. ايضا وجود كاس الزيت الفني وفتح اراضي الفلاحين على الاستثمارات قطع المناجم ملي تفتحت هنا الاستثمار ديال الفلاحين عند قطع المناجم في 2017 قطع الفلاحه هنا عموما عند نهايه الوقت مش حاضر معنا ولا باش يدافع عن الفلاحين لان هذه الاراضي ديال الفلاحين اراضي ملك خاص ماشي اراضي مفتوحه ماشي اراضي سلاليه ماشي ولكن هذاك ما وجدناش القطع انه يدافع على هذا المنطقه. ربما يحسب لقطاع الفلاحه انه يعتني بكل ما يهم قطاع المواشي على القضيه قطاع الصبويه قطاع المواشي والادويه والترطيب وتوزيع الاعلاف هذا الحمد لله مزيانه وكذلك قطاع طبيعي النحل وانتاج العسل ومواكب التعاون الفلاحيه لكن الاشكال اللي كاين عندنا في جماعه الصبويه ولا ما تكتبش هذا الاشكال هو اللي عاوز الذي سجل هو عدد برامج 800 اراضي الارض البرامج اللي عندها علاقه بالارض اللي هي اللي كتمس بها الفلاح رغم العدد عندناش اراضي سكولاري كيما قلت لكم ما عندناش اراضي جمع خصنا تحفيظ جماعي انتم تحفيظ جماعي كديروا الوزاره ديالكم وهي مشرفه عليه قطاع الفلاح هو مشرف عليه علاش ما تفتحوا قطاع تفتحوا تحفيظ جماعي في المنطقه في الفاس تفتح الاكلو تفتح بزاف ديال المناطق الى جماعه صبويا خصكم تفتحوا 16 مع العمل الاقليمي مع السلطات مع المجلس الجماعي ايضا عندي بعض المقترحات هنا باش ما نمشي لهم مقترحات ديال الناس اللي دازوا مني اطلاق مخطط لتحفيظ الاراضي الفلاحيه في اطار جماعي تنقيب عن المياه الجوفيه لاغراض السقي والري للفلاحين كنعرفوا بان الفرشه الماء ضعيفه ولكن اذا كان تنقيب اذا كان الاستكشاف ديال المياه الجوفيه بطرق عصريه اكيد انكم غتوجدوا الماء وبالتالي غادي نديروا فلاحه جديده هنا تكوين الفلاحين وتشجيعهم على بس الجار المثمره متلازمه مع المنطقه وخصوصياتها سريع الوضع برامج داعمه لاستقرار الفلاحين وذويهم في اطار فلاحه تضامنيه ثم بناء على ما سبق تعويض الفلاحين المتضررين حقولهم من افه الحشره